لقاءات البوكسينج داي في الدوري الانجليزي او البريمير ليج، وفوز مانشستر سيتي والارسنال بنتائج كبيره، وكمان قرب برشلونه من اعلان التعاقد مع فيران توريس رسميا، سيطرت اكيد على ابرز العناوين الخاصه بالصحف الرياضيه العالميه الصادره صباح اليوم يوم الاثنين. خلونا كده نبتدي من عند ماركا الاسبانيه، واللي ركزت على تصريحات البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، وكتبت فينيسيوس 2022 ستكون سنه ريال مدريد. كمان اتكلمت عن تطورات تعاقد برشلونة مع فيران توريس لاعب مانشستر سيتي، وكتبت فيران توريس سيكون اليوم لاعب في برشلونة. الصحيفة كمان اهتمت بلقاءات البوكسينج داي في البريمير ليج، وكتبت مانشستر سيتي والأرسنال بيتخلية عن البوكسينج داي. اما بقى صحيفه سبورت الكتالونيه فركزت على وصول فيران توريس لبرشلونه للتوقيع على عقد انضمامه للفريق. كتبت فيران توريس انه هنا وتشافي قد يمنح دقائق في لقاء كاس الملك امام ليناري. واهتمت كمان الصحيفه باخبار برشلونه، وكتبت بيدري جاهز للعوده في 2022 واسبوع حاسم في سوء انتقالات برشلونه. كمان اهتمت بالدوري الانجليزي الممتاز. كتبت مانشستر سيتي والارسنال يسحقان منافسيهما في البوكسينج داي. أما صحيفة الموندو ديبورتيفو الأسبانية فركزت على برشلونة ورغبة أعضاء الفريق وتطورات كمان صفقة فيران توريس، وكتبت الأعضاء يرغبون في التعاقد مع نجم كبير ويوم توريس. الصحيفة كمان اهتمت بفوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي 6-3 في البريمير ليج، وكتبت مانشستر سيتي يسحق ليستر سيتي 6-3 ويعزز صدارته. نروح لانجلترا، صحيفة ذا سان اللي اتكلمت على فوز تشيلسي على استون فيلا 3-1 وتصريحاته مستوخل، وكتبت توخل يتهم رابطة الدوري الانجليزي الممتاز بتدمير موسم تشيلسي وسط فوضى المباريات وتزايد الاصابات. كمان اتكلمت عن فوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي 6-3، وكمان كتبت جوارديولا البحث عن التشويق. الصحيفة برضه اهتمت بلقاء مانشستر يونايتد ونيوكاسل وتصريحات رالف رانجنيك، وكتبت رالف لا يوجد عرض لأنتوني مارسيال. وفرنسا فركزت صحيفة لوكيب الفرنسية على النتائج المسجلة في لقاءات البوكسينج داي في الدوري الإنجليزي الممتاز. كتبت البوكسينج داي يوم المهرجان. كمان اهتمت بسوء الانتقالات في الدوري الفرنسي، وكتبت سانت تيان في كل الجبهات في إشارة أكيد لتحركات الفريق لإبرام صفقات في أكثر من اتجاه. وفي إيطاليا فركزت صحيفة كوريري ديل سبورت الإيطالية على نهائيات أمم أفريقيا وتأثيرها على الدوري الإيطالي، وكتبت 23 لاعب من الدوري الإيطالي يشاركون في أمم أفريقيا وأوسيمين يصفع نابولي، في إشارة أكيد لإعلان رغبة اللاعب أوسيمين أنه يشارك مع منتخب نيجيريا في أمم أفريقيا. كمان اهتمت الصحيفة بسوء الانتقالات الشتوية في الدوري الإيطالي، وكتبت سوء انتقالات من أجل لقب الدوري الإيطالي. الصحيفة كمان اتكلمت عن كأس العالم 2022، وكتبت قطر تكشف أول كأس عالم في فصل الشتاء. والختام هيكون من عند صحيفة توتو سبورت الإيطالية، واللي ركزت على يوفنتوس وسوء الانتقالات، وكتبت يوفنتوس الشباب يذهب والهداف قادم. كمان اهتمت بميلان وبرغبته في التعاقد مع مهاجم أتلانتا، وكتبت ميلان حاول مع موريال. مشاهدينا بكده بنوصل معاكم لنهاية فقرة أخبارنا العالمية. نروح سريعا لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية فقراتنا هنا في أخبار أون تايم. خليكم معايا.